السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خادم السحر المقيد في الجسد هو نوع من أنواع الشياطين. دايما الشيطان ده عايز أقول لك إنه ما بيكونش مسلم، ودي من أهم العوامل اللي أنت لازم تعرفها عشان لو أنت بتستخدم رقية معينة تعرف إزاي إنك أنت تتعامل مع الخادم اللي موجود في جسمك. وخادم السحر ده بيكون مربوط في جسمك، وده اللي بيقوله لك الرقاة، إن الخادم مش عارف إنه يطلع لأنه مربوط بسحر، فلازم إنك أنت نعمل لك رقية كتيرة وتفضل إنك أنت رقية ولا رقية والخادم ده ما بيطلعش نهائيا. فإيه هو خادم السحر المقيد ده؟ تعال أحكي لك عنه. أول حاجة عايزك تعرف يا أخي الكريم إن خادم السحر المربوط في جسمك لازم إنك أنت تدمر هذا الخادم. أيا كان الخادم ده بيساعدك في موضوع العلاج أو بيساعد الراقي في موضوع العلاج، بإن مثلا في موضوع المكشفة لما يقرأ بالطريقة دي يبين له في مكان السحر ده، زي مثلا الواحد لما بيكون بينقر عليه في اللحظة اللي بيقرأ عليك فيها الرقية الشرعية بتشوف مكان السحر فين حتة، ممكن تشوف إنك أنت وسط مقابر، أو إن في واحدة في بينك وبينها عداوة تشوفها قدام عينيك، أو إنك أنت تشوفي مثلا سيدة من أقاربك يعني من قريباتك وتشوفها بتتكرر عليك دايما وقت القراءة ووقت الرقية الشرعية، بتظن في اللحظة دي إن هي اللي عملت لك السحر. ممكن إن يكون خادم السحر ده بيكذب عليكم، ودي حاجات معروفة ومشهورة جدا عند كثير من الرقاة ويوجع الدنيا كلها ببعضها، فإحنا مش عايزين نعتمد على خادم السحر ده، قيد أنملة. وعشان تتخلص من خادم السحر المربوط ده لازم انك انت تمشي على البرنامج العلاجي اللي انا هقوله لك. ولكن ازاي اتاكد ان خادم السحر ده مربوط فعلا في جسمي؟ اول حاجه لما يجي الراقي يقرا عليك يقول الشيطان انا هخرج، ثم بعد ذلك يجي يقرا مره ثانيه بعد اسبوع يلاقي نفس الشيطان موجود وبنفس الاعراض، يقول له انت ما طلعتش ليه من الجسم ده؟ يقول له انا مش قادر ان انا اطلع، فكيني وانا اطلع او حات السحر وانا هخرج. طبعا هذا الشيطان كذاب. عارف ليه ان هو كذاب؟ لأن لو كان هذا الشيطان فيه ضرة خير واحدة ما كانش سكن في هذا الجسد نهائيا ولا كان يتحكم فيه، بل إنه كان حيخاف ربنا سبحانه وتعالى وكان حيخرج بالفعل. فالراقي اللي بيقرأ عليك ضعيف ما قدرش إن هو يطلع هذا الشيطان من جسمك، فبالتالي لازم إنك أنت تركز في النقاط اللي أنا هقولها لك. من ضمن الأحلام اللي أنت بتشوفها هتشوف نفسك إنك أنت بتضارب، يعني بمعنى صح إنك أنت بتجري وفي مجموعة من الناس عمالة بتطاردك وبتحاول إن هي تمسكك، ولو مسكتك هتصيبك بضر وهتصيبك بسوء. فرؤية المتضررة في المنام من الأحلام السيئة جدا، لأن الإنسان يعني سبحان الله حينما يرى هذه الرؤية يعرف إن مفيش أمن في حياته واستقرار، وبالتالي هتعرف إنك أنت مقصر في القراءة للأفكار وفي قراءة القرآن ووردك القرآني، فلازم انك انت تغير من نمط حياتك نهائيا. بعد ذلك هتبص تلاقي ان في خضران دايما بيسببه خادم السحر المربوط، زي مثلا ان الانسان يشعر في اطراف ايديه بالتنميل، والتنميل ده يكون شديد وما يختفيش نهائيا من اطراف ايده، وربما ان الانسان يشعر بتنميل في القدم، ويشعر ايضا بوغض شديد في جسده زي الشوك كده بالظبط، لما يحس ان في حد بيشكوكك في جسمك، والشوك ده بيختلف من شخص لاخر، يعني شخص ممكن تلاقي ان الشوك ده فيه شديد وشخص تاني تلاقي ان الشوك ده فيه امر عادي. بعد ذلك من ضمن العلامات ايضا ان هذا الخادم ما بيخرجش نهائيا من الجسم، يعني ما بيفرقكش طرفة عين، زي مثلا ان الانسان يكون بيتكلم معاك باسلوب عادي فجأة تبص تلاقي ان صوته اتغير، الصوت اللي قدام منك مش هو صوت الشخص اللي انا اعرفه، ولو امرأة تبص تلاقي ان في راجل صوته اجش ضخ بيتكلم من قلب فمها ويصدر حركات غريبة وأفعال غريبة تنفر الزوج من زوجته وتنفر الزوجة حتى من زوجها، ويستمر الأمر ده أيام كتيرة جدا. طيب خادم السحر ده أتخلص منه إزاي؟ أول حاجة لازم أنك أنت تصلي ركعتين توبة لله جل وعلا عشان ربنا سبحانه وتعالى يطلعك من ظلمات إبليس ومن غي إبليس لنور الرحمن جل وعلا، وإن أخرجك الله عز وجل للنور وأخرجك للبركة فتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى حيتولاك في اللحظة دي، وإذا تولاك الله عز وجل سخر لك ملائكة السماوات والأرض لحمايتك والدفاع عنك. ثم بعد ذلك هتحاول أنك أنت تجيب إناء مية، وإناء المية دي هتقرأ فيه آيات معينة، والآيات دي أنا هذكرها لك وحاول أنك أنت تركز معايا فيها. هتجيب إناء مية تمام، والركز الأول هو خادم السحر ده ساكن فين؟ لو هو ساكن في منطقة الرحم فأكيد المرأة بيجي لها نزيف، والنزيف ده ما بيتوقفش نهائيا، فمجرد ما تستخدم الوصفة اللي أنا هقولك عليها ديت أو الآيات دي هيتوقف عندك النزيف بإذن الله جل وعلا. وربما يكون الراجل يعني سبحان الله يجي عشان يتوضى فيحس إن فيه نقاط من البول بتنزل منه ويتكرر معاه الأمر ده، فلو الأمر ده موجود عندك إن شاء الرحمن هقولك إزاي أنك أنت تتخلص من
القصة دي نهائيا. والبعض الآخر يشعر كأن الجسم بتاعه فيه همدان شديد جدا، حتى لدرجة أن من التنميل وشدة التنميل مش قادر يحرك أي عضو من أعضائه. هنعمل إيه بقى؟ لو كان الشيطان ساكن في الحوض هنجيب إناء ماء ثم هنقرأ فيه صورة الواقعة والمرسلات والأنفال والمطففين والمعارج وصورة الكافرون والمعوذتين والإخلاص، ونقرأ أيضا على جزازة مسك نفس الصور، ثم نقطر على هذا الماء ونخليه يغلي ونغطي الإناء، ونغطي الماء ده يعني يكون محبوك يعني زي حلة الضغط، وحلة الضغط ده بيطلع منها هواء ساخن، نلبس ثوب زي أي ثوب كده ونشيل جميع الملابس الداخلية ونخلي البخار اللي طالع من حلة الضغط يطلع لفوق حتى يبخر جميع جسمي. إذا أنت تبخرت بالمسك وتبخرت بالمية المقر عليها، لما تبرد المية هتبدأ أنك أنت تغتسل بيها قبل صلاة المغرب بنص ساعة، وفي النص ساعة من المغرب إلى يعني من لحظة غروب الشمس لحد صلاة المغرب عايزك أنك أنت تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحسبن على كل من يسكن في جسدك أيا كان نوع هذا الشيطان، سواء كان خادم سحر أو أنه هو بيخدم السحر هو اللي عامله بنفسه، أو أنه هو بيخدم ساحر، فتظل أنك أنت تحسبن عليه. ثم بعد ذلك في طريقة بتخنق بها الشيطان، كان قدرة الشيطان اللي موجود في جسمك مش هيقدر أنه يتحملها، وهي طريقة التنفس والحسبنة على خادم السحر اللي موجودة في جسدك. فتحط يدك اليسار هكذا ثم يدك اليمنى هكذا وتقول بسم الله أول وآخره، وانت بتطلع نفس تقول حسبي الله ونعم الوكيل، بسم الله أول وآخره، وانت بتطلع النفس تقول حسبي الله ونعم الوكيل. تفضل تكرر الطريقة دي لمدة 15 دقيقة، هتفاجئ ان خادم السحر اللي كان ساكن في جسمك اختفى نهائيا وخرج من جسدك. لا ومش بس كده، نصرك الله عز وجل عليه نصرا عزيزا مؤزرا، ويصبح ان الشيطان اللي كان بيتحكم في جسمك واللي كان بيتحكم في كل قطرات جسدك اصبح ان هو متوقف تماما عن القدرة على التحكم في جسمك. ثم بعد ذلك اعمل حجامة عشان تخرج الدم التعبان اللي موجود في جسمك، ومجرد ما تعمل حجامة انت كده يعني كأنك بتاخد رخصة انك انت تتغلب على هذا الشيطان. خادم السحر المربوط في الجسد ده افضل برنامج علاجي ليه، وان الراقي يركز على الشيطان اللي موجود داخل جسمك وليس على اللي موجود بالخارج، وانك انت تحافظ على الصلوات المفروضة فوجتها. ان فعلت ده يا عزيزي شفاك الله عز وجل من كل سوء، وانجاك الله عز وجل من خادم السحر، وانجاك الله من سحرك تماما. فلو عندك اي وصفه تقضي على خادم السحر اللي موجود في الجسد ضعها في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في تفسير الاحلام يستفيدوا منها. وما تنساش انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس وتنشرها لاصحابك واصدقائك، فالدال على الخير كفاعله. دمتم في ود في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.